برحب بحضراتكم من جديد. نوصل حوارنا مع امين صندوق النادي الاهلي الاستاذ كامل زاهر. كنا بنتكلم مع حضرتك استاذ كامل عن ملفات مهمه جدا. خلاص اتكلمنا عن جزيره الشيخ زايد. الصور كانت امام حضرتك عن الشيخ زايد. كان في بعض يعني الحاجات اللي قالوها بس ما كنت عاوز اعلق عليها. موضوع حمام السباحه في الحقيقه الموضوع مش بيرجع لنا احنا. احنا عندنا مقاولين بيشتغلوا واحنا ضاغطين عليهم، ولكن في الاخر لما هم بيتاخروا احنا ما بنقدرش نعمل حاجه الا ان احنا نحاول نضغط انهم يخلصوا بسرعه. فالتاخير هو مش جاي مننا احنا، احنا مش متاخرين في حاجه. لكن عادي زي اي حاجه في مصر، انت عارف ما فيش حاجه بتخلص في وقتها يعني. ولكن احنا اخر كلام دلوقتي بينا وبينهم ان احنا نستلم منهم 15/3 عشان نفتح على طول، لان احنا عاوزين نوضب برضو الحاله شويه. في نفس الوقت برضو كانوا بيقولوا ان الاماكن ضيقه، وده اللي احنا بنحاول دلوقتي نعمله، ان احنا هنعمل جناين حوالين الاماكن الاعضاء جديده مع افتتاح حمام السباحه عشان تقدر تكفي الناس اللي هي زادت قوي. تمام. كان برضو من ضمن الحاجات اللي عايز حضرتك فيها، كان في البعض بيقول ان الدفعات متاخره على اللاعبين والكلام ده كله، الكلام ده مظبوط؟ لا، احنا دلوقتي جالنا كل الدفعات اللي احنا المفروض تجيلنا، اللي هي ايفونا وتريزيجيه ورمضان صبحي. لسه مش وقته دلوقتي خالص رمضان صبحي، لسه الدفعه في 1/7 اعتقد او حاجه كده، فلسه عليها. فاحنا لا، واخدين حقنا لغايه اخر حاجه. احنا دلوقتي كده ماشيين مظبوط يعني. يعني ما حدش ليه اي مستحقات، الدفعات كلها في ميعادها. مره ثانيه وثالثه كمان بقول لجماهير النادي الاهلي اللي ما تابعناش من بدايه الحلقه، حسام غالي وعماد متعب اثنين من نجوم الفريق اتجدد لهم تجديد رسمي لمده سنه. اكيد ولاد النادي الاهلي المخلصين، بكرر مره ثانيه الف الف مبروك يا عمده، الف الف مبروك يا كابتن وكابتن حسام غالي. ولاد النادي الاهلي ليهم رصيد كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي. استاذ عماد، هختم بقى الميزانيه اللي اتكلمنا عنها بشكل، وحضرتك توضح لنا اكتر. انت بتتكلم الفائض اللي موجود جاي مجهود مبذول، توظيف الماليات اللي بتبقى موجوده في الاماكن المناسبه، كمان التسويق، اللعيبه الجديده، فكره التسويق اللي انا اجيب لعيب وابيعه واللي انا يبقى عندي ناشئ واخرجه، ده ساعد حضرتك في الميزانيه تبقى بالشكل ده. طبعا، وده يعني سوق جديد لو احنا قدرنا ندخله هيفرق معانا جامد جدا، خاصه ان احنا عندنا ناشئين كويسين يعني. احنا مش اقل من غانا والكوت ديفوار والدول ديت في حته الناشئين، هم بيطلعوا اللعيبه بدري. وده احنا هنبتدي نحاول، احنا جايبين دلوقتي شركه هولندي هتبتدي تدير قطاع الناشئين بشكل معين، تحط لنا البلانز نمشي ازاي عليها وتيجي تراقب مرتين ثلاثة أربعة في السنه عشان نبتدي برضو ان احنا نخترق السوق دوت ونمشي فيه. طيب، يبقى احنا كده بنفتح باب جديد للسؤال. ان انت دلوقتي قلت لي الجزء من الميزانيه الكبيره اللعيبه اللي اتباعت دخلت ارقام كويسه مع فرق الدولار ده من خلال الحوار. الشركه الهولنديه دي جت من الفكره دي لما انا لقيت الميزانيه بتكبر من اللي انا بتعامل مع الرياضه تبقى صناعه، هو ده اللي خلاك تفكر في الشركه دي اللي انت تخرج لعيبه وتقدر تدخل تنمي مواردك ويبقى في فائض في العمله كمان؟ لا، في الحقيقه هي الفكره ديت كانت اتعملت قبل كده من فتره ايام اظن الكابتن صالح سليم، كانوا جابوا مدرب هولندي مش فاكر كان اسمه ايه، كروجر او حاجه كده هوت، وكان قعد كذا سنه وكان وطلع من تحته ناشئين كويسين جدا. فاحنا الفكره اساسها، لا احنا اساسها ان احنا نفيد النادي الاهلي يعني. احنا عاوزين نعمل قطاع ناشئين بنحسنه وبنقويه عشان يفيد النادي الاهلي، ولكن ما يمنعش ان هو برضو ان احنا ممكن ان القطاع ده يدخلنا سوق اللاعبين او سوق البيع والشراء بتاع اللاعبين. مجلس الاداره بالكامل راضي عن الميزانيه والفائض اللي في الميزانيه وخصوصا بعد المجهود المبذول؟ بص، انا عاوز اقول لك حاجه اساسا بس عشان برضو نبقى واضحين، هو الميزانيه دي مش الامين الصندوق، الميزانيه دي اعضاء مجلس الاداره كلهم، كل واحد له حته في الميزانيه، كل واحد اشترك في حته او اكتر من حته في الميزانيه. انت في الاخر ده محصله مجهود الست انفار الموجودين
اللي هو وصلتك لكده. انت في الاخر الى مين صندوق او الحسابات دي بتنظم الدنيا، لكن انت في الاخر ده مجهود الناس كلها، وكل واحد بيجري على حاجه، يعني كل واحد مسؤول عن حاجه كل الناس بتخدم عليه، كل واحد مسؤول عن حاجه كل الناس بتخدم عليه، فبالتالي كل واحد له حته في الميزانيه دي. طيب استاذ عماد قفلنا كده الكلام على الميزانيه. استاذ كامل، استاذ كامل انا اسف. قفلنا الكلام بقى على الميزانيه، حضرتك شرحت كل التفاصيل اللي فيه اي اعتراض، وده اللي تعوده النادي الاهلي يجي يبقى موجود داخل النادي الاهلي. كمان حضرتك بتدعو الجمعيه العموميه تبقى موجوده وكثافه وتيجي تناقش معاكم وانتم حابين الكلام ده كله، يبقى كده ده كلام محترم. زي ما كنا قبل كده من سنه قبل الميزانيه حضرتك برضو وضحت نفس الموضوع. استاذ كامل معايا مجموعه اسئله شخصيه لحضرتك، ودي من بعض الجماهير ومن بعض الناس في الجمعيه العموميه. في البعض بيسال رقم عضويه حضرتك كام في النادي الاهلي، وبقالك وكمان كام سنه عضو في النادي الاهلي؟ لا رقم عضويتي مش فاكره، بس انا مش بقالي كام سنه عضو، انا مش عضو، انا مولود في النادي. يعني انا سني، انا مواليد 52، يعني سني كام دلوقتي؟ هنقول 64 وشويه، 65. ربنا يبقى انا انا عضو في النادي بقالي 64 سنه. عمر كده على طول. طب اتعلمت ايه في العمر ده كله داخل النادي الاهلي؟ كل الاخلاقيات اللي عندي هي دي مبنيه في النادي الاهلي. النادي الاهلي كنت بقعد فيه اكتر من بيتي. يعني انا مولود في النادي الاهلي، والدي كان من اقدم الاعضاء في النادي الاهلي، والدتي كانت بتروح النادي الاهلي، كانوا في زمان معسكرات، كانوا كلهم بيسافروا، معسكر مرسى مطروح ده في النادي الاهلي كان كل الناس بتسافر فيه. فانت كل الاخلاقيات اللي انت دي، انت مشبع بالاخلاقيات بتاعت الناس ديت. فالنادي الاهلي ده عليه لينا جمايل كتير جدا، للناس اللي هي في النادي من زمان يعني. هو الاساس. يعني انا اقارن كميه الوقت اللي بقعده في النادي عن الوقت اللي كنت بقعده في البيت، يعني ما فيش مقارنه. هل فعلا حضرتك سبت شغلك الخاص عشان تتفرغ لقصه امين الصندوق؟ في الحقيقه اضطريت، لان الظروف اللي كان فيها النادي كانت محتاجه لتفرغ. يعني انا في الاول في الحقيقه برضو انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هقعد الفتره الطويله دي كلها. يعني انا قلت انا هتفرغ سنه الم الدنيا وبعدين ارجع تاني لشغلي يعني وكده، بس في الحقيقه لا، الامور اخذت وقت اكتر، وبعدين امور متجدده ما بتخلص. يعني حلينا مشاكل، بس انت دلوقتي يعني على طول في حاجه، على طول في حاجه جديده، على طول محتاجه. ودي يمكن من حاجات المفروض ان القانون الجديد بتاع الرياضه المفروض انه يبتدي يبص فيها بصه سيريس، يعني جديه. ما فيش حاجه اسمها عمل تطوع. بالذات لو انت بتتكلم في حته امين صندوق. المسؤوليه كبيره جدا. دلوقتي النوادي الكبيره زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او وادي دجله او النوادي الكبيره دي بقت هيئات كبيره. يعني انت دلوقتي النهارده لما تبص للميزانيه دي، انت بتتعامل حجم نشاطك مليار جنيه. ما يعني ما ينفعش ان انت تبقى جاي فايت يعني. امين صندوق بتيجي فايت على النادي بس شويه كده كلمتين وتروح. لا، انت لازم الحاجات ديت لازم تقدر تبشرها زي الموظف، يعني من اول الصبح لحد بالليل. فلازم البوزيشن بتاع امين الصندوق ده لازم يبقى مش تطوعي، ممكن يبقى منتخب. والله انا بشوف حتى غير امين الصندوق، لان في البعض ما بيشوفش شغله، اما تيجي بتناقشه في اي حاجه يقول لك انا في عمل تطوعي. طب ما انت في عمل تطوعي، انت جاي عشان تخدم، فانت ما بتعملش حاجه. مش شرط كمان في نادي الامانه. فدي لازم زي ما حضرتك بتقول لازم تتغير بشكل كبير. لازم يتشاف لها طريقه انها تبقى البالانس ما بين، يعني يعملوا موازنه، توازن ما بين الشغله لان انت حتى الناس اللي هي الاعضاء العاديين برضو دلوقتي بالنسبه لنا احنا بيضطروا كتير يسيبوا شغلهم او يجوا على صحتهم او على بيتهم. ما هو انت هتيجي على حاجه، فغالبا هتيجي على بيتك. صح. يعني انت مش هتقدر تيجي على شغلك، وفي نفس الوقت مش هتيجي تسيب النادي لان انت متطوع وعندك مسؤوليه، ففي الاخر بتيجي على بيتك. فلازم في الاخر بتشاف لها
كمان اللي احنا عايزين نعرفه من حضرتك، حضرتك كنت لعبت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان بعدها رحت لعبت سكواش. عايز اعرف، كلمني عن المرحله دي. لعبت في الناشئين ايام الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا بيسموه ابو الاشبال. ابو الاشبال. كنت بلعب انا وزيزو، الكابتن زيزو. عزب شايف. كنا انا وهو فرقه واحده. مركزك كان ايه؟ انا كنت سنتر فورورد متاخر. كان زمان بنلعب ايامي مركز عبد الله السعيد كده. كنا بنلعب بس ايه، كان زماني ايامي كان بنلعب 4-2-4. فكان في اثنين في الوسط، الاثنين في الوسط، واحد بيبقى ديفندر وواحد بيبقى فيرود، فانا كنت الفيرود. كنت بلعب انا متاخر عن عبد العزيز، وكنت انا وهو واحد تاني هدافين الفريق. انا فاكر ان فرقتنا كنا تحت 16. مين تاني غير الكابتن زيزو؟ ما طلعش من الفرقه دي حد تاني. زيزو بس. وانا عشان وجودي في النادي باقي بطلوا. كان في انسايد اسمه مجدي بدر، كان انسايد كان جامد قوي، وكان في ستوبر اسمه طارق هاشم كان لعيب كويس قوي برضو، كان في جلال، وكان في يحيى، كان في كذا لعيب وطلعت الجون. كان عندنا كذا لعيب كويس. كان فريقنا انا فاكر ان طلع عنوان في الاهرام: الفريق الذي لم يهزم ولم يتعادل قط. يعني احنا في الدوري بتاعنا تحت 16 ما تعادلناش، حتى ما ضيعناش بونت في الدوري كله. الفاينل كان مع الزمالك، كان اياميها الزمالك في غانم سلطان، و غانم سلطان ومين مش فاكر مين تاني. والفاينل كنا لاعبين احنا والزمالك، كنا مغلوبين اول افتام 2-0 وكسبنا 4-3. كان ماتش يعني رحت. طب ايه المفاجاه بقى تروح للسكواش يعني؟ لا انا كملت، وبعدين الدراسه خدتني، وبعدين فبطلت فتره، وبعدين قلت ارجع تاني العب، وبعدين اتعورت في ركبتي. فابتديت ايه بقى خلاص، يعني انت عارف برضو ما ينفعش الكوره في النادي الاهلي لازم تبقى مستمر يعني. فابتديت العب 5-5 خماسي. كان عندي فرقه جامده قوي في الخماسيات، كنا بنكسب دورات كتير جدا الرمضانيه والحاجات ديت، فرقه كانت جامده يعني جامده. فكنت بلعب بقى خماسي وبلعب سكواش، ولعبت سكواش في النادي الاهلي برضو في الفريق. لعبه اصلا عجبتني، ابتديت العب. كان عندي صديقي كان محمد عوض، محمد عوض ده كان بطل مصر، فابتدى يجرني في السكواش. يقول لي بس الكره دايما تاخدني، لكن كان بيجرني في السكواش ومرني معاه وعلمني السكواش. علمني يعني، علمني سكواش على لعيب، مش مجرد انزل ادخل العب عضو يعني. فحبيت جدا السكواش، لعبه جميله وانطلقت فيها. بس طبعا ما كنتش من يعني ما دخلتش بروفيشنال. يعني كنت سيمي فروش، وصلت مرتين كده لدور ال 16 في البطولات وبتاع، لاني زي ما تقول مانيش لعيب موهوب، انا لعيب مصقول معمول، لان انا ما ابتديتش من وانا صغير. مش موهبه. لا ما ابتديتش وانا صغير. عاده انت لما بتبتدي في اللعبه وانت صغير بتفرق عن انك بتبتدي وانت كبير. انا ابتديت وانا كبير بس كنت كويس. انت حضرتك قلت لي كان معاك في الكوره الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. مين كان مدربكم بقى في التوقيت ده؟ كان مصطفى حسين. ابو الاشبال. ما هو كان بيدرب، هو كان بيدرب في الاول، وبعدين بعد كده بعد فتره ابتدى هو ما يبقاش بيدرب بقى يجيب. كان كابتن فتحي نصير اظن جه، وهو كان هو بيدير بقى. لكن ايام احنا ما كنا موجودين كان هو بيدرب 16 و18. وانت بتلعب في قطاع الناشئين دايما كده، حتى في الاجيال اللي موجوده بتبقى باصص وانت تحت كده في مثلي الاعلى عايز اروح له. مين اللاعب اللي كان بتبص له نفسك تروح لنفس المستوى؟ لا اياميها كان صالح سليم بقى. صالح سليم بالنسبه لي ده كان لا يعني كابتن صالح يعني ليك مواقف معاه؟ مع ان صالح سليم كان صديق والدي يعني، وكان بيجي لنا البيت. طبعا اعرفه كويس قوي. مفيش موقف كده حصل معاه قال لك حاجه؟ احكي لنا بس كده. لا بس هو يعني اقول لك حاجه ما انساهاش، لان صالح كان في الملعب شديد جدا بجد بطريقه رهيبه يعني، ما فيش هزار يعني. كان شخصيته جامده جدا في الملعب، وما ما يحبش الهزار في اللعبه يعني، يشخط في اي حد ويزعل حد. فانا مره كان بيلعبوا بعد ما بطلوا ورجعوا تاني يلعبوا، قالوا هنعملوا دوري الدوري سموه ايه؟ دوري اللي هم الكبار يعني، يعملوا دوري للمعتزلين يعني. ففرقه النادي الاهلي دي رجعت اتلمت تاني، الشيخ طه بقى وكابتن صالح وعوضين وطارق سليم كل بقى الناس دي، هي تعادل اللي كان واقف جول، وكل الناس دي وسعيد ابو النور ومش عارف ايه. فكانوا بيلعبوا ماتش في النادي تجريبي،
قبل الدوري، فجايبين مش فاكر كان فريق الجامعه الامريكيه ولا فريق مين يلعبوا، بس فانا لعبت معاهم عشان كانوا ناقصين، فكنت انا موجود فقالوا لي تعالى ايه كمل معانا، حتى لعبت باك، انا ما بلعبش باك، انا بلعب فرو، فطبعا كنت بلعب باك، بس باك ايه بقى عصري منطلق، ما انا مستعمل وطايح اخد باك ليفت ده رايح جاي بقى، ففي كره اتزنقت على الخط ورحت مفوتها من فوق واحد وبحاول ارفعها لصالح فجلت مني، فاتضايقت جدا، فجي جنبي قال لي هارد لك حلوه كره هارد لك ما كويس ما يعني انت لعبتها كويس بس ما جاتش، فانبسطت قوي ان هو بقول لك جاب طف في بس انا اقول لك انا شفتك مره بتلعب في الشمس مع الفرقه عندك لمسات حلوه برضه، ما انا كنت 5-5 كانت لعبتي في الاخر يعني، كنا يعني بقول لك عندي فرقه قويه جدا من الخماسيات، بس انت بتشوفنا معجزنا بقى خلاص الركب مش شايله، ربنا يديك الصحه. خليني اقول لحضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اعرفها، حضرتك كلمتني اللي انت خلاص بقى السكواش برضو كنت واخدها هوايه اكتر منها احتراف، بطلت السكواش وابتديت تروحوا، ايه سر الارتباط بقى المجموعه بمرسى مطروح؟ يعني في مجموعه كده كل ما تدخل النادي لا لا مرسى مطروح دي لا دي مرسى مطروح دي من ماشيه معاك من اول السكه يعني مرسى مطروح دي احنا مولودين كلنا في مرسى مطروح واولادنا مولودين مرسى مطروح، مرسى مطروح ده كان معسكر النادي الاهلي هناك، كان زمان المعسكرات دي انا بقول لك اهلي كانوا بيروحوا معسكر مرسى مطروح قبل انا ما اتولد، فمعسكر مرسى مطروح ده ازلي في النادي الاهلي، كان زمان خيم، فكان خيم على البحر، فكنت تدخل المعسكر يعني باب المعسكر بيتقفل عليك ما بتخرجش منه، ده مش زي دلوقتي خالص، لا 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 خالص خالص، انا دلوقتي بطلت اروح لان هو مش ده المعسكر اللي انا اعرفه، المعسكر اللي انا اعرفه ده كان خيم على البحر على طول في الرمله، تصحى نايم بشورت الفانيله تصحى في الرمله يا دوب تطلع كده على البحر، ولادك سايبهم بيجروا جوه المعسكر ما فيش اي خوف عليهم، العائلات كلها عارفه بعض، لو انا ممكن اخد بالي من ولاد اي حد من صحابي ياخدوا بالهم من ولادي، مفيش خوف على اي حد يعني، والبلاش بتاعك دلوقتي اتغير خالص، دلوقتي اختلف بقى في اولا مباني وبعدين حطوا كورنيش في الوسط، فبقى انت دلوقتي بتعدي كورنيش عشان تروح البحر، فطبعا لا بقى حاجه تانية خالص. خلي بالك من ضمن الاسرار اللي نعرفها عنك اللي حضرتك متابع جيد للدورات الاوروبيه، تشجع مين؟ بشجع فرقتين، بشجع برشلونه في اسبانيا وبشجع بايرن ميونخ في المانيا. ما بحبش اتفرج على طب ولما يقابلوا بعض؟ بقى محتاس. وما بحبش اتفرج على الدوري الانجليزي. ما اعرفش ما مش عارف ليه. بحس ان هو ما فيهوش فنيات، عارف قوي واي فرقه ممكن تكسب اي فرقه، لكن مش بستمتع بالفرجه قوي يعني. الوقت بيجري مع حضرتك، بتكلمنا في امور كتير، ما ينفعش في النهايه عايزين نسمع من حضرتك قبل ما اختم الكاميرا بتاعت حضرتك اهي، حابب تقول ايه؟ اتفضل. حابب اقول حاجتين، حاجه لاعضاء الجمعيه العموميه انهم ان احنا محتاجينهم يجوا، عاوزين انهم يجوا في الاجتماع الجمعيه العموميه اللي جاي عشان يقولوا لنا رأيهم أو تقييمهم للأداء بتاعنا كمجلس إدارة، وعن طلباتهم إيه لو لهم طلبات في المنطقة الجاية. وعاوز أقول حاجة لجمهور النادي الأهلي، ودي بقولها في كل مقابلة في كل انترفيو بعمله بس ما بزهقش وهفضل أقولها، إن إحنا خسرانينكم، النادي الأهلي أقوى ما كان طول عمره مميز بيه هو الجمهور بتاعه، احنا اكتر ناس خسرانين في موضوع ان الجمهور ما بيروحش الملعب، لان احنا اكتر ناس عندنا جمهور، فبالتالي احنا اكتر ناس خسرانين. عودة الجمهور مش مسؤولية النادي، مش مسؤولية الامن، مش مسؤولية الوزارة، ولكن مسؤولية الجمهور، هما اللي قادرين انهم يرجعوا الجمهور الملعب. انا لما الاقي الجمهور بيحضر الماتشات، في ماتشات دلوقتي بتعمل بجمهور افريقيا مش عارف ايه، ماتش في ماتش في ماتش، لو الناس لقت ان الجمهور ده بيحضر ومفيش مشاكل مش هيقول لا، انما لو كل ماتش بنعمل ماتش بجمهور كل 50 ماتش يجي الجمهور يعمل مشاكل وتحصل خناقات وتعمل مشاكل، طبعا هيقول لك انا، خصوصا في ظروف البلد اللي احنا فيها دلوقتي، ان ظروف برضو الامن والواحد بجد يعني الناس دي، انا الامن اذا كانت شرطه او جيش الواحد قلبه معاهم، لان فعلا الدنيا اختلفت
مشاكل كتير ارهابيين حتى الجمهور مش موجود والمشاكل ماليه الملاعب. يعني الجمهور برضو من ضمن الحاجات الغريبه جدا اللي الجماهير مش موجوده، اعتراضات ومشاكل وخناقات وحاجه لا تمت الكرة القدم. لا وبعدين الاعتراضات بقت بطريقه مش زي الاول، يعني المواضيع بقت زادت. ففي الاخر يعني انا بس بقول للجمهور يا جماعه احنا محتاجينكم ترجعوا، وعشان ترجعوا انت الامر بايدكم انتم مش بايد اي حد. ما ترموش الموضوع على النادي وتقولوا النادي بيدور لكم ازاي ترجعوا، وما ترموش الموضوع على الامن. الموضوع في ايدكم انتم، عاوزين ترجعوا انتم تقدروا ترجعوا نفسكم بنفسكم ان شاء الله، لان مهم جدا جدا لجماهير النادي الاهلي تبقى جماهير وراه، لان سر البطولات وسر التفوق دايما بنقول ان الجماهير دورها مهم جدا. فعلي المنظومه كلها ما ينفعش يبقاش فيها الجماهير بس، لازم الانضباط والالتزام، وده اللي احنا بنتكلم عنه في كل حاجه. استاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي، شرفتني ونورتني حضرتك بالشخصيات المحترمه اللي انا بعتز بيها، ولما كمان عرفت حضرتك عن قرب صدقني قد ايه ببقى مبسوط من حاجات كتير، بس اكتر حاجه بتسعدني اللي انت اهلاوي معجون بميه الاهلي، عاشق للنادي ده. الحمد لله الحمد لله، شرفتني ونورتني. الله يخليك، شكرا شكرا. كان النهارده حوار مهم جدا مع الاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي، عشان نشرح فيه امور كتير جدا تخص الثلاث فروع النادي الاهلي، سواء الشيخ زايد، الجزيره، كمان اهلي مدينه نصر، والفرع الرابع الحمد لله مكانه مشرف جدا التجمع الخامس. اتمنى يبقى كلام استاذ كامل زاهر حضراتكم اقتنعتوا بيه، خصوصا الجمعيه العموميه، روح اتكلم اعترض ناقش، وهي دي الديمقراطيه اللي احنا بنتكلم عنها، روح شوف ليك حقوق ايه، ده كمان مهم جدا. قبل ما اختم عايز اتكلم في جزئيه اخيره، قلت لحضراتكم قبل كده البرنامج ملك الاهلاويه، هو ولا ليا اي علاقه غير ان انا مقدم برنامج بتكلم عن جماهير النادي الاهلي واحتياجاتهم اعتراضاتهم اللي بيحبوه، بنرصد كل الحالات عشان نتكلم عليه. اللي انا عايز اقوله في نهايه الحلقه سريعا، اي حد بنحترم السوشيال ميديا، بنحترم الناس كلها، اي حد بيحط صوره كابتن محمود الخطيب القيمه والقامه، اي حد بيحط صوره الكابتن حسن حمدي اللي حقق انجازات وبطولات، اي حد بيحط صوره ابو تريكه لوجو النادي الاهلي، عليك اللي انت تلتزم بمبادئ النادي الاهلي، هنحطك على راسنا من فوق. هتخرج عن النص وابتدي تروح تقول لي سوشيال ميديا مؤثره مش عارف ايه، لا يعنينا، لان جماهير الاهلي بالملايين في كل مكان، جماهير الاهلي بالملايين في كل مكان، وفي يوم من الايام اللي بيخرج على النص لو هيأثر في قرار بنقوله او كلمه بنقولها، يبقى لا نستحق نبقى على شاشه النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي ملك المحترمين المهذبين اللي بيحترموا برامجهم وبيحترموا نجومهم. هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.